لا يملكون سوى الصراخ في شوارع مدنهم. بيروت، رام الله، سيدني، سانتياغو، نيودلهي، من هناك خرجت الأصوات الغاضبة لتكون أقرب إلى إسرائيل من حبل الوريد هنا في تل أبيب، حيث الفلسطينيون داخل الخط الأخضر. حناجرهم كلها أطلقت صرخة مدوية إثر الصور المروعة الآتية من غزة. اليوم هو يوم فلسطين، ولا يهم من أين أتيتم وما هي قناعاتكم الشخصية، المهم أننا نقف موحدين ضد العدوان العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين. الغضب فعل فعله وانطلق كالشرارة لتصيب حلفاء إسرائيل. قبل يومين أدان رئيس وزرائنا الاستخدام المفرط للقوة، لكنه لم يتحدث عن مئات الأرواح البريئة التي سقطت في العدوان، فأرواح الفلسطينيين لا تعني حكومتنا، ويبدو أن الفلسطينيين من كوكب آخر. الحرب على غزة قد ترتد على إسرائيل نفسها، هذا على الأقل ما يراه البعض في دول الجوار. احنا لازم نوصل لاهلنا بغزه وبفلسطين ان احنا معهم باي طريقه بنقدر عليها، حتى لو هي هيدي الطريقه الصغيره اللي هي الاعتصام والتظاهر، ليعرفوا انه نحن حدهم، نحن جنبهم، نحن بندعمهم، ونحن بنقول لهم ما في حل الا بالمقاومه المسلحه هي اللي بتوصل للتحرير. صوت هذه المراه ليس الوحيد، فصور المعاناه الانسانيه التي تتناقلها وسائل الاعلام تشكل حرجا كبيرا لإسرائيل، وخاصة في دول تعتبر حليفة لها.